ثم بشر الحق سبحانه وتعالى المؤمنين في القريب العاجل بالأمن والأمان، وأنهم سيتمكنون من الحج والعمرة في سكينة واطمئنان، وهذا بالتأكيد من معجزات القرآن. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا أمنتم وزال خوفكم وثبت أمنكم وكنتم في أمن وصحة، فمن تمتع منكم وجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج في سفر واحد فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، وذاك لأنه تمتع وجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد، فقد أحرم بالعمرة أولا من الميقات ثم أداها، وتلك متعة روحية، وبعد أن انتهى من عمرته تحلل منها، وجاز له أن يقرب النساء ويمس الطيب حتى يحرم في يوم التروية بالحج، وهذا من المتعة البدنية، فوجب عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي من الغنم أو البقر أو الإبل شكرا لله على أن وفقه لتلك النعمة العظيمة، وهو الجمع بين نسكين في سفر واحد والتمتع بينهما. وهناك من يحرم في الميقات بالعمرة والحج ويقول لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج، فهذا قد قرن بين العمرة والحج دون أن يتحلل، وعليه أيضا ذبح ما استيسر من الهدي من الغنم أو البقر أو الإبل. وأما من أحرم بالحج وحده من الميقات فقد أفرد بالحج ولا هدي عليه، فمن لم يجد هديا يذبحه أو ثمن الهدي فعليه صيام 3 أيام في أشهر الحج، وأيام الحج مباح فيها الصوم للحاج المتمتع والمقرن إلا يوم واحد، أتدري ما هو؟ يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، فمحرم فيه الصوم. فإذا فرغ من أعمال الحج ورجع إلى أهله واطمأن وسكن فعليه صيام 7 أيام، تلك 10 أيام كاملة لا بد من صيامها تأكيدا للحكم ودفعا للتوهم، فلا يتوهم أحد أو يظن أنه مخير بين صيام 3 أيام في الحج أو 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ذلك الحكم لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم. واتقوا الله وخافوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. جزاكم الله خيرا. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد